وليش ما بدك تحكي لي كل شيء؟ بتشكي انه انا ممكن اقول لحدا؟ لا لك انا طلعي على حالك مبين كل هموم الدنيا فوق راسك، شبكي من اول ما عرفتك بحياتي ما شفتك هيك. لانه بحياتي ما انحطيت بهيك موقف. طيب شو هو قولي لي؟ بلكي بقدر ساعدك. بخاف. بخاف اخسرك. واخسر نور. واخسر كل الدنيا، كل الحياة اللي حلمت فيها. طيب اول شيء روقي وبلا بكي اذا بتريدي. بعدين انت لا رح تخسريني ولا رح تخسري حدا. نحن مو هيك اتفقنا؟ بس شو ما صار ما رح اخسرك مشت ايه؟ رح نضل اخوات بتوعدني؟ وعد. بس قولي لي شو صاير؟ شغلتي لي بالي. أنا بحياتي ما كنت متخيلة إنه ماما هلا أمك عملت كتير وقليل بس خلص بيمرق. بس أكيد أنت مو لهذا السبب تركتي نور. ما قلت لك خلص خلص قلت لك قلت لك وما رح اقدر اقول اكثر من هيك. انا بس بدي اياك تعرف انا انجبرت اني اتركه. طيب مين اللي جبرك؟ فهميني. خلص خلص انسى كل شيء. خلص خلص بدرجاك ما بقى تضغط علي اكثر من هيك. ما في اقول اكثر من هيك. مثل ما بدك. بدي اسالك سؤال. اذا حدا عنده فيديو وبده يحطه على يوتيوب بس ما بده كل الناس تشوفه، بده شخص معين يشوفه، شو بيعمل؟ سهلة. سهلة؟ ايه سهلة كتير. اوكي. فوت امير. سكر الباب. سكرته لحالي بدون ما تقولي. هاي. كيفك؟ منيح ماشي الحال. شو قولي لي؟ أنا فكرت بالموضوع اللي حكينا فيه. برافو. رح تفسخ العقد مع نور؟ ايه بس ما رح يكون سهل على فكرة. ليش ما له سهل؟ هو ما رح يقدر يقول لا إذا أنت قلتي له بدي أفسخ. وشرط السنة أنت اللي حاططيه. ايه بس أنا هذا العقد أنا ما وقعته لحالي. لازم نور يوافق عليه لحتى نقدر نفسخه. وبما انه نور عم بحس انه في شيء غلط فما رح يوافق بسهوله. اصلا نور بحبني وما رح يتخلى عني. ما هو لانه بحبك ما رح يقول لك لا. انا بس بدي اسالك سؤال. هلا شو رح يفكروا اخواتك لما بيعرفوا انه عم تنصب عليهم وعم تسرق لهم مصرياتهم من ورا ظهرهم؟ بيحسوا اللي بدهم يحسوا. أنا زلمة بشتغل حسب مصلحتي مثل كل واحد بهالبيت. ما كتير بهتم بهالتفاصيل. بعدين هيك هيك المصاري كانوا يروحوا بيروحوا للغريب فأنا أولى فيهم. وأصلا أنا داخلي من العيشة هون ومن كل هاد الجو فبحمل حالي وبسافر برتاح وبريح. يا زلمة أنت مالك طبيعي. هدول إخواتك أنتوا ربيتوا وكبرتوا مع بعض. على فكرة مو معقول كلامك. شو مؤثر؟ مؤثر كثير. بس انا مالهم اخواتي. الظرف خلانا نعيش كانه اخوات. بس الحقيقة نحن مالنا اخوات بنوب. يعني مثلي مثلك. بس الفرق بيني وبينك انك انت بتعرفي اهلك انا ما بعرفهم. على العموم انا ما بحب هالعلاك.
موضوع العقد بتمشي فيه وبتحكي مع نور، التأجيل من مصلحة حدا. ماشي، بدك شي مني؟ لا ما عاد بدي شي. لا تأخري.